أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادك كالذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلهن النصف. فليعهد كل واحد منهم السدس مما ترك وليأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فليأبويه الثلث، فإن كانوا إخوة فليأبويه السدس من بعد وصية، فإن كانوا إخوة فليأبويه